تغب الله صيامكم وقيامكم مشاهدين الكرام. كود نجاح اليوم لاعب التنس محمد العوضي. محمد ما تجاوز 14 سنة وله إنجازات ومشاركات عالمية مشرفة. ولما كان عمر محمد 5 سنوات والده شاف فيه بطل فقرر الاستثمار فيه وصار تدريبه وتهيئة البيئة المناسبة له هي الأولوية، فكانت النتيجة على قد الجهد والاستثمار. محمد جاسم العوضي مواليد 2008، لعب نادي اليرموك الرياضي والمنتخب الكويتي لكرة التنس. حقق العديد من الإنجازات وأهمها المركز الأول في بطولة الكويت المفتوحة تحت 11 عاماً التي أقيمت سنة 2018، المركز الثاني وأفضل لاعب في بطولة الخليج التي أقيمت في قطر سنة 2019، والعديد من الإنجازات الفردية والزوجية وآخرها البطولة الثانية الإقليمية للناشئين تحت 14 سنة المقامة في مملكة البحرين. وعلى الرغم من صغر سنه إلا أن محمد دائما يعد جمهوره في تحقيق الإنجازات على المستويين المحلي والخليجي. فيلمي المفضل في كينج ريتشارد. لا والله ما عندي فوبيا من شيء. ودي أسافر أمريكا، ودي أجرب سكاي دايفين. صفة ما أحبها العايز، ودي أتعلم من اللغة الأسبانية. ما أصرف فلوسي. نادي برشلونة. ودي أقابل روجر فيدر. شيء شاغل بالي هاليومين إن كم نتيجة راح أفوز فيها البطولة بالبحرين. أكثر أكل ما أحب الكاتشب. محمد، لكل إنسان لما يكون في مكان معين قصة، تفاصيل، أشياء تأثر عليه. إحنا نبي نتكلم عن محيط الأسرة اللي عاش فيها محمد، خليته يكون رياضي مميز من عمر صغير. كلمنا عن الأسرة شوي. الحمد لله، يعني أسرتي تشجعني لما أروح بطولات وأتمرن ويشجعوني بالدراسة وبعد بالتنس، والحمد لله يعني راضين إن قاعد أسافر وألعب بطولات كل مكان. ومن عمري 5 سنين وأبوي يعني قاعد يشجعني إني ألعب تنس. ولما بديت ما كنت أحب اللعبة وايد، يعني شفتها مملة وما فهمت اللعبة عدل، بس الحمد لله أبوي استمر إنه يعني وديني تمرين الصبح 5 الفجر أقوم عشان أروح أتمرن، ووديني 3 مرات باليوم أروح أتمرن. فالحمد لله يعني استمريت بهالتمرين، ويعني الحين وصلت مستوى أشوف إنه يعني مستوى زين الحمد لله، ونشارك بطولات برا كل سنة. ويعني أبوي شجعني يعني طول حياتي لحد الحين، للحين ما وقف يعني قاعد يوديني يعني يكلم مدربين عشان يقدرون يدربوني برايفت، وبعد أتمرن في النادي والمنتخب. فيعني أتمرن أنا أوقات وايدة، فما عندي مجال إن يعني مثلاً أسوي أشياء نفس ناس تانين، فالحمد لله يعني. كلمنا عن الوالد أكثر والوالدة، كل واحد فيهم شنو خذيت منه؟ يعني تشبه الوالد بشنو، تشبه الوالدة بشنو؟ كلمنا عنهم أكثر، كلمنا عن مساندتهم، عن أهما الوالد مختص في رياضة معينة، كلمنا عن التفاصيل. الحمد لله يعني محظوظ إن أبوي يعني دكتور في اللياقة البدنية، فيقدر يساعدني في اللياقة، وكل أسبوع يدربني تمارين لياقة عشان أتحمل المباريات الطويلة وشي. والحمد لله يعني أمي بعد قاعد تساعدني بوايد أشياء، يعني هي قاعد يعني لما أنا أسافر مثلاً وهي مو معايا أدري إن هي تكون مثلاً زعلان إن أنا مو بالبيت معها، بس يعني الحمد لله راضية إن تدري إن راح أحقق مستوى، يعني أحقق بطولات وراح أكون مستوى زين.
فيعني هذا يعطيني دافع ان يعني ادوس على نفسي بالتمارين ويعني اتشجع ان اروح اتدرب واجيب بطولات. جميل. احمد، يعني بالنسبه لكم في البيت الرياضه عنصر مهم، اللايف ستايل الصحي شيء اساسي، يعني ذكرت ان انت عشان التدريبات وعشان التمرين قاعد الساعه 5 الفجر، فزائد التزامك في المدرسه والدراسه زائد الرياضه، يعني اللايف ستايل عندكم في البيت له قواعد. شنو اهم هالقواعد؟ كلمنا قاعده الصبح، يعني حتى خلينا نقول الحياه الصحيه من ناحيه الرياضه، الاكل، هالتفاصيل كلها. يعني اهم شيء انه يعني تنظم وقتك، لان يعني عندي مدرسه مثلا امتحانات وبنفس الوقت بطوله، يعني توه كانت يعني قبل كم اسبوع كان عندي بطوله ووقتها نفس وقت امتحانات، فحاولت ان يعني انظم وقتي احسن ما عندي، واكيد اختي ذكيه الحمد لله فتساعدني في الدراسه واقدر احل كل واجباتي، وللحين اقدر العب بطولات والحمد لله، يعني قاعد يساعدوني اهلي. كلمنا عن خلينا نقول من اول ما تقعد الصبح لاخر يومك، الجدول هذا نبي ندخل فيه بتفاصيله شوي. يعني قعدتك الصبح شلون تنظم وقتك؟ شيء ملهم، يعني اليوم انت في هذا العمر قاعد تمثل اسم الكويت في المحافل العالميه بشكل جدا جميل، قاعد تحافظ على دراستك، اكيد فيها اسرار. يعني يمكن البعض احنا بعمر كبير وحتى بعمر اصغر نلاقي عندنا اشكاليه بتنظيم الوقت، ان اذا صارت عندنا مهام وايده نضيع. نبيك تكلم لنا عن يومك من اول ما تصحى لاخر ما تنام، شنو ابرز الاشياء؟ والله ما في اسرار، يعني هارد وورك، يعني انا ما وصلت هالمستوى، يعني في سر وشي. يعني من احد لخميس وقت مدرسه، فاقوم الصبح حق مدرسه، اخلص مدرسه ارجع البيت 2:30 لـ3 اتغدى، اروح النادي من 4 لـ7 المنتخب، وبعدين لما ارجع البيت اتسبح اكل، في شويه وقت اني احل واجباتي، وبعدين انام، لان لازم انام بكر عشان اليوم اللي وراه اكون مستعد حق نفس الشيء. جانب الترفيه كنا مفقود شوي، يعني بمعنى اليوم تطلع مع اصدقائك برا، تطلع على المشاوير، ولا لا خلاص اليوم انت امام مسؤوليه كبيره فخلاص مكرس كل وقتك وطاقتك ويومك حق هذا الهدف؟ اي لا، ما في طلعات مع ربع وشي، غير يمكن في العطله مره مرتين كذي، بس ما في وقت. يعني من احد لخميس نفس الجدول، بعدين يعني يمعة وسبت، انا اشوف انه المفروض يمعة وسبت المفروض يكون ويكند اللي ترتاح، بس انا اشوف انه يمعة وسبت يعني يكون اليوم اللي اتعب فيه زياده من احد لخميس. يعني اقعد الصبح 6 اروح تمرين ساعتين، ارجع البيت اروح لياقه مع ابوي، بعدين العصر مره ثانيه اتدرب، يعني فما يعني بعدين نفس الشيء يوم السبت مع المنتخب تمرين، ف ما في يعني وقت انه يكون طلعات وشي. تقريبا 4 سنوات أو 5 سنوات بلشت في رياضه التنس. شو اللي يحتاجه لاعب التنس اليوم عشان يكون لاعب مميز في هذه اللعبه؟ يعني اول شيء لازم يكون اللاعب هذا انه يحب اللعبه، عشان يقدر، لان اذا لاعب ما يحب اللعبه ما راح يقدر يتحسن، واكيد لازم يكون موهوب اللاعب، وبعد لازم يكون في دعم، يعني مثلا يعطونا سبونسرات عشان يقدر يسافر ويلعب بطولات، ويكون نفس مثلا مدرستي، انا الحين صعب اني يعني العب رياضه وادرس، يعني عشان كذي انا شوي، يعني لو الحين مثلا انا مثلا مدرسه باوروبا تساعدني في الرياضه بعد، يعني راح تساعدني اكثر، لما اقدر العب بطولات وادرس بنفس الوقت، وبعد في لاعبين اكثر بطولات اكثر، فهذا يعني اللاعب يحتاج بعد طاقم فني، مدرب يعني لياقه، مدرب تنس، مدرب تغذيه، دكتور حق سايكولوجيست، يعني يشوف تفكيره في الملعب شلون يقدر يفكر، يعني كل هالاشياء اللاعب يحتاجها. تفاصيل وايد مهمه، يعني الموضوع ممكن البعض يشوفه ان مهاره معينه في رياضه معينه في لعبه معينه داخل الملعب، لكن هي وراها تفاصيل وايد وتحديات وايد، بين الدراسه، بين انه يكون معاك طاقم مختص يسندك في كل هالتفاصيل. زين، خلينا نبدا الحين ندخل في شلون بلشت قصتك. انا دريت ان عندك قصه مع شلون دخلت لعبه التنس مع مدربك، فكلمنا عن هالقصه شوي. والله كان ابوي عنده شغل بنادي اليرموك، وانا كنت يعني ابي ادش كره وقتها، بس ما كان يصلح لي الكره، لانه يعني كان المفروض اكون كان 7 سنين، انا وقتها كنت 4 سنين، فما قدروا يدخلوني النادي،
وكان المدرب يعني ملعب الكرة كان يفارق ملعب تنس بشبك بس، فالمدرب كابتن محمودي شافني إن يعني أنا قاعد هني يعني بس قاعد أطالع يلعبون تمرين الملعب اليمي، فكلم أبوي قال خيدش تنس يعني مدام ما يصلح لنا يلعب كرة. فالحمد لله يعني بديت من هاليوم إن أتدرب تنس، يعني أول سنة ونص ما حبيت اللعبة وايد، يعني كانت مملة إني قاعدة أبدأ إني أتعلم الأشياء البيسكس، ف ما قدرت إن يعني أتنافس مع لاعبين وألعب بطولات، بس الحمد لله الحين بعد كل هالتعب الحين أقدر أستانس. جميل جميل، كلمنا عن مدربك أكثر، شلون يعني ساعدك في إنك تطور مستواك تتحسن تصير لاعب اليوم تخوض في بطولات خارجية وتمثل اسم الكويت، شلون ساعدك المدرب في هذه الجزئية؟ في وايد مدربين، يعني مدربين النادي ومدربين المنتخب وفي مدربين بعد راحوا، يعني كل هالمدربين ساعدوني الحمد لله. وأكون يعني قبل ما أكون بالمنتخب كنت كل يوم أتدرب في النادي، وبعد ساعات إضافية تكون مع مدرب ألعب برايفت عشان يعني أحتاج ساعات إضافية أن أتحسن مستواي أسرع وأكثر. ويعني تدربت مع وايد مدربين عشان اتعلم منهم، كل مدرب اتعلم منه شيء عشان يساعدني اعرف يعني a variety of techniques في الملعب وتاكتكس، فالحمد لله يعني وايد من المدربين ساعدوني. شنو ابرز المعسكرات اللي طلعت لها محمد؟ والله كان في معسكر رحت له باسبانيا اكاديميه نادال، واحس ان هذا المعسكر ساعدني وايد انه يطور من مستواي، لان لعبت مع لاعبين اكبر مني ويعني لاعبين وايد من اوروبا، وكانوا يعني بالاكاديميه كانوا ينظمون بطولات كل اسبوع، والحمد لله يعني قدرت اني افوز 3 من البطولات، وقدرت العب مع لاعبين وايد نوعيات كثيره، فقدرت ان يعني اي ادابت يعني تو ديفرنت بلايرز، ونفس طريقه اللاعبين دائما غير، يعني كل لاعب يلعب بطريقه غير، فإذا تقدر تلعب ضد لاعبين وتحتك مع لاعبين كثيرين يعني تقدر بعدين نفس ضد أي لاعب تطيح معه تعرف شلون تتعامل معه في الملعب. يعني كان عندك معسكر في إسبانيا، في معسكرات ثانية شاركت فيها محمد؟ إيه رحت معسكرات بعد بمصر وتونس اللي قبل بطولة العرب وبطولة الخليج وبقطر بعد، ويعني هذه استعداد قبل البطولة، قدرنا نلعب بملاعب الكلي اللي قلت لك عنهم، ويعني نروح دائما قبل اسبوعين عشان نستعد حق البطوله، ويعني الحمد لله قدرنا نجيب مراكز زينه ونستمر ان شاء الله. كلمنا مشاركاتك كبطولات، اول مشاركه لك وين كانت وكم كان عمرك؟ اول مشاركه كانت بطوله مفتوحه، كان عمري تقريبا 7 سنين، يعني اول مره، ف شلون كان الاحساس؟ كنت خايف يعني اول شيء، بس على حظي طحت مع المصنف الاول، اول بطوله لعبتها فما قدرت يعني اسوي شيء، للحين اول بطوله اول مباراه فخسرت، بس يعني خذيت هذا انه يعني الحين انا اعرف ان دشيت بطوله اعرف شنو لازم اسوي، فكملت تمرين والحمد لله بعد تقريبا 2 سنين فزت بطوله، فزت الاول تحت 10، فزتها تقريبا 3 مرات وجبت الحين الاول بكل فئه العبها، وبعد فزت الاول بكل فئه من الدوري بالنادي، وبعد اشارك بالفئه اللي اكبر مني بسنه فاقدر استفيد اكثر الحمد لله. حلو، هذه كان اول مشاركه لك، وين كانت؟ كانت بالكويت بطوله مفتوحه. البطوله المفتوحه بعدها كانت لك مشاركات وين كدول، وكم كان عمرك يعني؟ اول بطوله لعبتها برا الكويت كانت بمصر بطوله عرب، وانا كان عمري 8 سنين، واللي قاعد العب يعني ما كان في تحت 10 بطوله عرب، كان تحت 12 اقل شيء، فكل اللاعبين اللي لعب ضدهم يعني كبار كانوا. بعد بطوله العرب وين انتقلتوا؟ كان بمصر وبتونس. في بعدها مشاركات خارجيه او اكبر؟ يعني احنا ودنا كل مشاركه نوقف عندها شوي. يعني بعد مشاركتك في مصر ايه هذول كانوا كلها بطوله عربيه مع المنتخب الكويت، بس بطولات يعني اللي انا رحت مع ابوي، لان الحمد لله هو يعني قاعد يدعمني ويسفرني بحسابه، يعني بطولات رحت قطر بطوله اسيا تحت 14 سنه. جميل، وقدرت ان اجيب ميداليه برونزيه وميداليه فضيه في الزوجي، ميداليتين برونزيه في الفردي. جميل، ووصلت تصنيف الحين 9 على اسيا تحت 14 سنه. شيء جدا جميل. اليوم انت لعبت مع وايد لاعبين،
خارج إطار الكويت وحتى داخل إطار الكويت، شلون شايف مستوى اللعبة بالنسبة حق أبناء جيلك اللي من عمرك اليوم؟ إحنا نقدر إن شاء الله وأكيد إن شاء الرحمن مع كل هالجهد اللي قاعد تبذلونه إن نلاقي أسماء لاعبين الكويت الأول على مستوى العالم، شلون شايف حجم يعني المنافسة في هذه اللعبة؟ والله يعني في الكويت يعني أنا أقول صدق يعني ما في وايد لاعبين، يعني بالمنتخب في لاعبين من كل فئة، فصعب إنه يعني نحتك مع لاعبين، لأن أنا كل يوم أتدرب مع نفس الناس، أتدرب أنا مع فريق تحت 18 اللي أكبر مني، لأن المستوى يعني يكون يعني فارق بين في لاعبين مستواهم وايد أعلى بس نفس العمر يعني، فهاللاعبين ما يقدرون يستفيدون من بعض، لأن يعني واحد مستوى وايد أحسن من الثاني فاثنيناتهم ما يستفيدون من بعض. ف ان شاء الله يعني لما الحين نشتغل في الاكاديميه كلنا مستوانا يتطور عشان نقدر نستفيد كلنا مره واحده. يعني شو اللي تحتاجونه عشان احنا نلاقي لاعبين الكويت في الاسم الاول على مستوى العالم؟ شو اللي نحتاجه؟ شو اللي يحتاجه اللاعب انه يكون موجود في مسيرته الرياضيه؟ يعني ان شاء الله لازم نلعب بطولات وايد عشان نقدر نكتسب خبره، ويعني لان احنا قاعد نتمرن، مو يعني قاعد نتمرن احنا حق البطوله، فاذا قاعد نتمرن وما نلعب بطولات شو الفائده يعني؟ فلازم نلعب بطولات وايد عشان نعرف وين اخطائنا عشان نقدر نتحسن لعبنا، وبعد نحتاج يعني اهتمام اكثر، يعني نفس في لاعبين يغيبون مرات في التمرين ويعني ماخذين الوضع انه يعني عادي تغيب عادي تسوي شيء، فلازم شوي اهتمام اكثر في اللعبه عشان نقدر يعني نكون جديين في الملعب ونستفيد في التمرين. وايد جميل محمد، وين جاي رايحه مشاركاتك الجايه؟ وين راح تكون لك مشاركات؟ عندك استعدادات لمشاركه في بطولات معينه؟ والله اليوم مسافر انا البحرين، عندي بطولة ريجنال كوب بالبحرين اوريدي فزتها قبل شهر، فراح ادافع عن لقبي، وان شاء الله يوم السبت راح اسافر اسبانيا عندنا بطولة ببرشلونة. جميل، وبعدها يعني في استعدادات لبطولات اكبر يعني كمنتخب يعني خلال السنة هذه؟ ان شاء الله بطولة الخليج وبطولة عرب هالسنة اذا نقدر نروح لها، وبعد انا راح اشارك بطولات اسيا عشان احسن من تصنيفي يعني بالتوب 10، بحاول اجيب الاول. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله نرجع نلتقي فيك وانت محقق التصنيف الاول على مستوى اسيا ولا العالم؟ لا ان شاء الله العالم. محمد بدايته مع التنس كانت صدفة، ومن هالصدفة شاف المدرب محمد المحمودي في محمد العوضي قدرة وموهبة كبيرة وتحتاج صقل وراح تقدر تنافس العالم. محمد شارك في العديد من المعسكرات الخارجية وشارك باستمرار في بطولات باسم المنتخب أو بشكل فردي لتطوير نفسه باستمرار، وإسبانيا كانت أبرز هذه المحطات. كابتن محمد، كلمنا عن موهبة محمد العوضي، شلون بالبداية شفتها وبلشتوا تصقلونها عشان يكون في هذا المستوى اللي هو عليه اليوم؟ والله أول شيء نشكركم على الاستضافة هذه. اكتشاف محمد، أنا ما كنت أثناء تدريبي بالملاعب تنس وفي شبكة بيني وبين ملعب كرة القدم، شفت الولد مهتم قاعد يطالع يعني تقربت منه، قلت له أنت تبي تلعب تنس ولا؟ شفته قاعد يعني تمرين شغال بالقدم، وشفته قاعد يطالع تنس أولاد بسنه وأكبر منه شوي، قال لي إيه، قلت له تعال من هناك، يعني من هالانطلاقة اللاعب يعني جربته بالمباراة بالتدريب، شفت إنه اللاعب حابب اللعبة وتفاهمنا إحنا كمنظومة تدريبية زي، ودخلناه بالتدريب شوي شوي، بلشنا نكتشف الموهبة اللاعب وبلشنا نشتغل معه، أعطيناه فرصة. جميل، شو الأساسيات اللي أنت اليوم كمدرب تلاحظها في الطفل أو النشأ أنه عنده الموهبة المميزة في رياضة معينة أو بالتحديد رياضة التنس؟ يعني شو الأساسيات اللي تفرق معكم بعدها تبدؤون تبنون عليها؟ هو مش أساسيات، يعني لما يجينا لاعب إحنا ما نعرف اللاعب شو ما عنده رياكشن، توافق العضلي العصبي، عندنا بعض التمارين احنا نسويها قبل نعطيه المضرب بايده، في عندنا بعض التمارين احنا نسويها نشوف توافق العضلي العصبي، مثلا نرمي له الكور نشوف الرياكشن من هذا السيستم، نعرف انه الولد هذا عنده رياكشن وعنده يعني
قابلية للتعلم بسرعة، وهذا اللي نحتاجه احنا بالتنس، لأنه مدة تعليم التنس مش أقل من سنتين ثلاثة عشان يتعلم كل الفور هاند والباك هاند، كل مهارات التنس ما تحتاج يمكن سنتين ثلاثة. جميل. اليوم فكرة أو جزئية التوافق العصبي العضلي هذه كنقطة دائما تذكر في لعبة التنس، شنو معناها؟ يعني إذا ممكن نشرحها للمشاهد أكثر، وشنو أهميتها بالنسبة حق لعبة التنس؟ هي لعبة التنس يعني تعتمد على الرياكشن، تعتمد على الرياكشن، يعني أتوقع أن كل الرياضات تعتمد على، وإحنا عشان ندخل لاعب عشان هو يتعلم بسرعة لازم التمارين هذه الرياكشن، التوافق العضلي العصبي. إذا شفنا اللاعب انه حابب اللعبه وما عندها المهاره، احنا عندنا شيء نسويه نخليه يتجه نحو السباحه. السباحه هي تعطي توافق العضلي العصبي للاعب، بعد ساعه يرجع لنا التنس. وهذا دائما احنا نسويها مع اللاعب، نشوفه موهوب ما عنده توافق نخليه يتجه للسباحه. السباحه احنا عندنا مهمه بالتنس، يبلش سباحه سنه سنه ونص وين التنس. جميل. يكون جاهز. يعني هي فعلا هي في اشياء، يعني خلينا نقول تكوينة جسم الشخص لازم تكون متكاملة، اللياقة، يمارس رياضات مختلفة عشان يكون مبدع في رياضة التنس. برأيك كابتن محمد اليوم شنو ايش كثر مهم ان الاطفال في عمر معين نحرص ان يكونون في رياضة معينة او التنس بالتحديد، اللي مهم فيها ان الطفل يبدأ فيها من عمر مبكر؟ يعني مثل ما قلت لك، التنس مو نفس الرياضات الثانية، محتاجة وقت طويل عشان تتعلمها. في وايد يعني حركات بالتنس، أو ما أدري شنو أقول لك إياها، يعني تكنيك، خلينا نقول تكنيك تحتاج وقت طويل عشان تتعلم. مثلا نقول لكم إياها بالإنجليزي، الفور هاند هذا محتاج على الأقل 6 أشهر عشان يعرف. في وايد يعني في ضربات بالتنس عشان تتعلمها، احنا للحين قاعد نتعلم يعني صعبة، مو بسنة راح نتعلم. يعني احنا لانه عندنا بطولات تحت 10 سنوات، نبلش هنا ب10 سنوات، يعني ما نقدر ناخذ لاعب عمره 9 سنين وندربه، ناخذ من 4-6 سنوات، لانه هي اللعبة محتاجة 2 إلى 3 سنوات لنتعلمها. فهذه رسالة مهمة للأهل، إن اليوم أكيد يحرصون أن يشاركون عيالهم في رياضة التنس إذا مهتمين فيها على الأقل من عمر 4-5 سنوات عشان يبدؤون يتأسسون بشكل صح. هذا شيء واضح، خاصة إحنا عندنا بالتنس. بالتنس هذا شيء يعني شرط من عندنا، يعني لازم 2-3 سنوات نجهز اللاعب، على ما يجهز 2-3 سنوات يكون جاهز اللي تحت 10 سنوات. اليوم التدريبات اللي تخصصونها حق المنتسبين في هذه الرياضة وبالتحديد محمد، شلون يكون جدول التدريب؟ هل في يعني تارجت معين في كل فترة، ولا يكون لها نظام أكيد معين؟ كلمنا عن تفصيلة التدريب أكثر. المهم احنا عندنا عدة مراحل بالتنس، يعني ناخذ 4-6 سنوات نخليهم مع بعض كمبتدئين، وفي بعض المرات المتقدمين شوية 8-9 سنوات اللي نجهزهم حق 10 سنوات. يعني عندنا عدة مدربين، احنا بنادي اليرموك يعني عندنا مدربين مختصين بالمدرسة. احنا نختار يعني مدربين اللي بالهم واسع وطويل، في بعض المدربين ما يصبر مع ولد عمره 4-5 سنوات، يعني احنا حريصين. صعب التعامل. صعب التعامل، لا مو صعب، بس لازم واحد يكون باله طويل. مع الصغار لازم المدرب ينزل بعقلية اللاعب الصغير، لأنه لاعب صغير يحب يلعب ما بالضبط، ولازم يكون في موازنة بينك تخليه مهتم باللعبة وحاب اللعبة وبين تعلمه. ما نعطيه أشياء تكنيك وايد عشان ما يكره اللعبة. أكثر شيء نسوي لهم ألعب بالكرة بالمضرب بس. يعني وبعدين ننتقل لمرحلة ثانية، مدرب حق المبتدئين، بعدين يكون مدرب بعد المبتدئين يعني 8-9 سنوات. جميل. بس وبعدين نخليهم حق مدرب ثاني. جميل جميل. اليوم ما حضرتك مدرب في رياضة التنس، وأكيد تعاملت مع لاعبين كثير، شلون شايف مستوى اللعبة بالنسبة حق النشأ؟ واليوم هل احنا أمام جيل إن شاء الله راح يكون مبدع في هذه اللعبة ويحقق لنا إنجازات عالمية؟ والله إن شاء الله. أنا مثل ما قال محمد، لاعب محمد، إذا كل يعني واحد مهتم راح يوصل، هذا أهم شيء. إذا يحب اللعبة
ومهتم فيها لازم يضحي وراح يوصل. هذا اللي اقدر اقوله انا يعني. انا نفس الشيء سويت، حبيت اللعبه، ضحيت باشياء وايد، ضحيت مراهقه يعني ما عشتها نفس ما محمد سوى. يعني وصلت مستوى الحمد لله، ويعني النجاح لازم تضحي، بس هذا اللي اقدر اقوله. من عمر الاربع سنوات الى اليوم كنت يعني متابع وتدرب محمد، فشنو رسالتك اللي توجهها لمحمد؟ انا والله ما اقول لك اني انا اكتشفت محمد، بس انا كنت السبب اللي جبته للنادي. ويعني هو تعامل مع المنظومه كامله، مع الجهاز الفني كامل، يعني ما خليته يدرب معي بس، درب مع عده مدربين. وانا قاعد اشوف الولد مضحي بحياته مضحي، ما لا اصدقاء ولا شيء، لانه حاب اللعبه. وانا عندي قاعده، اللي يحب اللعبه راح ينجح، وطبعا بمساعده الاهل وخاصه الوالد، يعني مضحي بوايد اشياء عشان محمد، وان شاء الله نشوفه بالعالميه ان شاء الله. ان شاء الله. شاكرين لك كابتن محمد، شكرا لتواجدك معنا. شكرا، الله يسلمك. قد نجاح محمد ان اسرته قررت الاستثمار في موهبته ليكون فخر لهم وللكويت. هذا كان كود نجاح اليوم، نلتقيكم باكر إن شاء الرحمن.